اتخاذ القرار وحل المشكلات. يعتبر اتخاذ القرار جزءاً أساسياً مرتبطاً بكافة أمور حياتنا اليومية البسيطة منها أو المعقدة، مثل اختيارك ما ترتديه يومياً أو اختيارك التخصص الجامعي. قد يبدو اتخاذ القرارات بسيطاً وعفوياً، ولكن بالنسبة للقرارات الإدارية المتعلقة بحل مشكلات العمل فقد تكون صعبة ومعقدة وتحتاج الكثير من الدراسة قبل اتخاذها. عملية اتخاذ القرار لها خطوات عديدة ومتسلسلة، تبدأ بدراسة وتحليل المشكلة وتنتهي بتنفيذ وتقييم القرار. الخطوة الأولى والأكثر أهمية هي دراسة الوضع. يتم في هذه الخطوة جمع معلومات دقيقة ومفصلة عن الأمور المؤثرة والمتأثرة بالقرار. وفي الخطوة الثانية يجري تحديد المشكلة المتعلقة بالأمر موضوع القرار وصياغته بدقة. في الخطوة الثالثة تحلل المشكلة المحورية مع إظهار أسبابها وآثارها. أما الخطوة الرابعة فتتلخص باقتراح الحلول ودراسة كل حل على حدة وتحديد إيجابيات وسلبيات كل حل مقترح للمفاضلة بينها. بعد ذلك تأتي مرحلة اختيار أنسب الحلول وأكثرها موائمة للمعايير، ثم يتم وضع القرار النهائي موضع التنفيذ لجهة الاختصاص وتحديد الخطوات العملية وضبطها في إطار زمني محدد. وفي النهاية يدرس مدى كفاءة وجدوى الحل وفق معايير الإنجاز وتقدير ما إذا كان الحل ملائماً أو بحاجة للبحث عن حل بديل.